اما هلا فرح وصلنا لمحطتنا عن الصحه والتغذيه، ورح نحكي اليوم عن معلومات مهمه جدا بتخص صحه طبعا الانسان المصاب بمرض السرطان. قد ايه ممكن الغذاء يكون وسيله مساعده بعمليه الشفاء، واسئله كثير حول هذا الموضوع طبعا مع ضيفتنا اختصاصيه التغذيه رغداء الجبري. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا. يسعد صباحك رغداء. وخلينا نحكي بالبدايه عن مرض السرطان، هذا المرض يمكن يلي مثل ما بنقول مرض العصر، مرعب فعلا. مجرد ذكر هي الاسم فهو بيترك حاله رعب عند الانسان. خلينا نحكي عن هذا المرض، لوين وصلنا اليوم بالطب بهذا المجال؟ الحقيقه هو يعني الخلايا الموجوده بالجسم هي موجوده، فهو إن كان جماعي هو موجود بتتوفى جراء هذا المرض، ممكن يكون سريع الانتشار ممكن يكون لا بطيء الانتشار. فنحن كيف بدنا نتدارك هي بخطوات ما قبل وما بعد الإصابة؟ لهيك في عنا كثير أمور نحن لازم إنه نتبعها. يعني كمثال نحن وقت بنخلي باعتبار هي الجينات موجودة أو الخلايا موجودة خلينا نقول، فنحن كيف بنحافظ على جسمنا نحميه من السرطان؟ مثل ما كثير حكينا قبل هلا وقت بيكون أنا غذائي صحي، وقت بيكون بعيد عن الملوثات والإشعاعات والمواد الكيماوية المواد الحشرية اللي منرش فيها المزروعات واللي بيجي حتى الحيوانات وبياكلوا منها، فكلها هي أسباب لنشوء السرطان. المواد الكيماوية اللي موجودة بالديودران أو بمعجون الأسنان الفلورايد، الميكروويف، المواد البلاستيكية، كل هاي الأمور كعوامل خارجية نحن ممكن نتأثر فيها. فبيبقى عنا كمان الغذاء اللي حناخده كمان له تأثير، قدي أنا جسمي قادر يدافع عنه، باعتبار هو كتير علماء أكدوا أنه هي مناعة أكثر ما قبل وما بعد الإصابة. فلهيك أنا لازم دائما أكون محافظة على مناعتي عالية، خلي جسمي هو يحارب هو يدافع عن حاله، يكون خط الدفاع الأول. صحيح، لهيك دائما بنقول يعني حتى بكل الامراض بنقول انه اذا مناعه الجسم عاليه فبيقدر انه يستجيب على اي نوع من انواع العلاجات. خلينا نحكي عن الاغذيه اللي بترفع المناعه. يعني هلا اذا عم نقول شخص مريض وبلش بالعلاج، بنعرف في اشعه بياخذ وفي ادويه كيماويه، قد ايه هي بتاثر وشو اللي ممكن يعمل هيك معادله بالجسم ويرفع مناعه الجسم؟ بالخطوة الأولى يعني بتمنى دائما إنه نعطي فرصة للجسم يدافع عن حاله قبل ما نبدأ بالكيماويات والأشعة. طبعا حتى الطبيب هو بيحدد مدى خطورة اللي موصله. في كتير ناس ما بتكتشف إلا يعني بوقت متأخر كتير تكون انتشر السرطان بكل الجسم. لهيك أنا بدي أرفع مناعتي إن كان قبل الإصابة أو وقت صارت الإصابة وخلصت، يعني خلص لازم يعني نحن نبدا رفع المناعه حيكون بالمواد الطبيعيه. يعني اول شيء انا لازم اكون سكري مزبوط. يعني انا اذا مريض سكري ما حظبط مناعتي الا لحتى يكون السكر تمام. يعني انا ما عم يرتفع السكر عندي، ما عم يرتفع الانسولين عندي. فيتاميناتي كثير صح، الفيتامين دي والفيتامين ا واي والكي، الزنك، اليود، هدول كتير مهمين لرفع المناعة. فأنا لازم دائما تكون فيتاميناتي معادني كلها صح بجسمي. ممكن إني أخذ المضادات الأكسدة الطبيعية مثل الشاي الأخضر، التوتيات، بدنا ناخذ كمان مثلا الجريفون اللي نحن بنسميه عندنا جريفون، ناخذ الكركم، الثوم، هي كلها مواد بترفع لي مناعتي. الفيتامين سي كتير مهم كمان لرفع المناعة. لهيك أنا بمجرد ما رفعت مناعتي
يعني بلش الجسم هو يقاوم نفسه. الخضروات الورقية اللي لونها أخضر داكن كمان كتير بتساعدني. ممكن أنا الكرفس أو البقدونس أنا أعملهم بشكل يومي أو على شكل عصير حتى ممكن أشربهم لحتى أرفع مناعتي فيها. دائما بيقولوا رغدة انه في تصرفات خاطئه في اغذيه يمكن نتناولها بالشراهه وهي كثير بتؤدي لمرض السرطان، حفظ الطعام بطريقه غلط وباواني يمكن وبحافظات بلاستيك هي كمان بتاثر وبتاهب لمرض السرطان. خلينا نعرف شو حقيقه هذا الشيء، شو في تصرفات خاطئه ممكن احنا ما نكون منتبهين عليها وتكون هي احد الاسباب الكثير كبيره اللي بتؤدي لمرض السرطان. هلا اهم شيء وقت بيكون انا بدي احفظ باواني بلاستيكيه ما تنعرضها كمان للحراره، يعني مثلا بدي اشرب اي شيء ما اشربه يكون ساخن، يعني هو يعني نبعد قد ما فينا عن البلاستيك، بس كمان حراره وبلاستيك لا، الشوائب تبع البلاستيك هي حتسبب لي مشاكل مثل اي اشعاعات او مبيدات حشريه، هي حترسب بجسمي، حيكون عندي مشاكل، الجسم ما حيعرف يتخلص من هي الأخطار أو هي الشوائب اللي عم تتواجد بالجسم. هلأ أهم نقطة لمريض السرطان أنا كيف بدي أتعامل بغذائي، يعني رفعنا المناعة بس أنا كيف بدي أتعامل بغذائي. هلأ السكر اللي صار كتير عليه خلافات إنه لا نمنعه لا ما بنمنعه، هلا هو بصوره عامه كمان حكينا اكثر من مره انه هو السكر المكرر كثير يعني لازم نوقفه نهائي، خصوصي لمريض السرطان لانه السكر هو حيزيد لي الالتهابات بالجسم. مريض السرطان مو ناقص يعني التهابات او خلايا تموت اكثر او يتعرض لاي وكسه صحيه، فالسكر خلص نحن قايمينه من القائمه. حتى الفواكه لمريض السرطان، الفواكه اللي مشاعر الجلوكوز عالي مثل التمر والعنب والتين هدول بيرفعوا لي الانسولين بسرعه بالدم، فكان كمان انا بدي اتجنب اني ارفع الانسولين مشان ما يصير عندي التهابات مكرره. ممكن اني انا وقفنا السكر تمام، صار شهرين ثلاثه نحن عم نتابع عن طبيب الاورام يا ترى تراجعت هي الخلايا ولا لا. وقت ما تراجعت انا بدي شوف انا وقت باخذ كميه دهون يعني مثل الكيتو خلينا نقول عم باخذ كميه دهون عاليه لحتى انا احصل على غذاء واحصل على يعني فوائد. بس وقت المريض هون نحن بحاجه انه نعطيه مضادات الكوليسترول والشحوم الثلاثيه حتى ما يعلى عنده بالدم اكثر. فينا نعطيه بروتين بس كمان البروتين مو بكميات عاليه، يعني ما فيني انا اعطي كميه بروتين عاليه لانه كمان الخليه هي ذكيه، هي حتى في مواد معينه بالبروتين ممكن تحولها لسكريات وتتغذى منها، لهيك انا بدي اقطع عليها الخط منين ما بدها تتغذى انا بدي اوقف لها غذاء. حكينا معناها نحن السكر وقفناه نهائي، الدهون وقت انا عم باخذ مضاد كوليسترول او شحوم ثلاثيه وضبطينه بكميه معقوله، اللحوم بكمية معقولة، يعني أكيد ما حاجي أنا أكل مثلاً 200-300 جرام باليوم، حيكون شيء مدروس بحيث أنه لا يصير عندي نقص بالمواد الغذائية أو نقص بالفيتامينات والمعادن، نفس الوقت ما خلي الخلية تتغذى. لهيك الكارب بده يكون كتير قليل كمان حتى ما تغذي الخلية. كتير مهم أني أنا أعمل صيام متقطع، يعني مو بس اذا انا عامل رجيم معناتها انا بتبع الصيام المتقطع، هو بصوره عامه الصيام المتقطع بيرفع لي مناعه جسمي وبصوره عامه حتى بيجوع الخلايا، انا عم جوع الخلايا. هو الصيام بشكل عام كثير مفيد للجسم، ما اكيد ما حنحسن نصوم كل السنه، يعني عندنا شهر بنصوم فيه في ايام محدده بنصوم فيها هي حتفيد الجسم كثير، لهيك نحن بنعمل الصيام متقطع. الاسهلون من الصيام المتقطع اللي هو صيام 16 ساعة من ضمن النوم، فأنا مجرد ما صحيت في عندي 8 ساعات، هي 8 ساعات أنا بدي أكل فيها طبعا ضمن الخطة اللي حاطينها من توزيع الكارب أو الدهون أو اللحوم، باكل بهي 8 ساعات، بعد 8 ساعات خلص أنا صايم نهائي، ممكن بس أخذ مي وسوائل. 16 ساعة هيك أنا بخلي الخلايا تجوع،
رفعت المناعة، تجدد النشاط عندي، بلش جسمي هو يقاوم، هو يحارب هاي الخلايا السرطانية اللي انوجدت. طيب خلينا نحكي كمان رغداء، دائما بنسمع عن علم الأعشاب والأعشاب الطبيعية وقدي في يمكن علاجات كل فترة، ما بنعرف إذا صحيح أو لا، بس بينزل وصفات على الإنترنت، هاي العشبة، هاي النبتة قضت على السرطان، وبنسمع هذا الشيء كتير. ماذا صحة هذا الموضوع؟ هلا ما في عشبة لحالها هي ممكن إن تعمل خلص، نحن ولا بأي مجال مو بس السرطانات، إني أنا أقتل خلية سرطانية، بده يكون شيء متكامل. أنا جسمي صح، غذائي صح، فيتاميناتي صح، عندي عنصر اليود كتير مهم، فهون أنا في أمور أنا ممكن أخذها من الأعشاب لحتى ترفع لي مناعتي وتحارب بقى هي الخلايا، بس ما هي حتقضي بشكل نهائي. مثلا مثل اليود انا كثير مهم عندي باي مرض كان، وخصوصي السرطان، فاليود انا منين بدي اجيبه؟ فهو حجيبه من الطحالب البحريه، اذا انا بعيد شوي عن البحر ما باكل اسماك، فانا بجيبه من الطحالب البحريه، هي كثير حتفيدني لاخذ اليود الصح من جسمي. كمان ممكن اني انا اخذ مثل ما حكينا اي عنصر غذائي انا اجيبه من الطبيعه، ان كان بالاعشاب او بالغذاء. حكينا كمان الكركم كتير كتير مهم، يعني كتير بيرفع المناعة وبيحارب الشوارد الحرة، فأنا دائما بدور وين في محارب للشوارد الحرة، وين في مضادات أكسدة أنا باخدها. كل فصل في مواد هي مهمة، يعني نحن سبحان الله كل فصل بتلاقي في مواد أنا فيني أخدها عن طريق غذائي، عن طريق الأعشاب اللي موجودة أرفع فيها المناعة. التوم كتير كتير مهم كمان، بيرفع لي مناعتي بشكل كتير كبير. إذا بنحكي عن الخلطات العشبية يلي كمان بنسمع عنها، غير التوم والبصل يمكن اللي صاروا هن معروفين يمكن عند العالم بمدى قدرتهم على رفع المناعة، في أعشاب تانية ممكن تنشرب، تنغلى، تتسخن إلى آخره، كمان سمعنا عن كتير أنواع من الأعشاب بتساهم بالعلاج وممكن تكون طب تكميلي مثل ما منقول لحتى نعالج ونقاوم مرض السرطان. خلينا نتعرف إذا في إذا هذا الشيء فعلا صحيح ومثبت وشو هي؟ هلأ في الفطر الريشي، نوع من أنواع الفطور، هو هاد كتير بيرفع المناعة، بنفس الوقت هو مثل بيجدد لي الخلية، بيخليها بصورة أحسن، بيعالجها، بس هو للأسف كتير نادر، يعني نادر مو بس عنا، نحن نادر بالوطن العربي تقريبا. شركات معينة هي اللي مختصة. شو الشيء المتاح رغدة؟ الشيء المتاح حكينا ممكن الطحالب البحرية، ناكل يعني سمك، الكركم، نتجه للخضروات اللي لونه أخضر داكن، يعني غير هيك نحن ما فينا نقول إنه أي أنا أخذته وتعالجت، لا، مثل ما حكينا بده يكون كله متكامل. برأيك رغدة طريقة الحياة اليوم يلي بتعتمد يمكن على الفاست فود بشكل كتير كبير، الصبايا اللي بتوجهوا يمكن كتير سلمى يمكن لصبغات الشعر، للسولاريوم، للتعرض بشكل كتير كبير لأشعة الشمس، هي طريقة الحياة يمكن إذا بدنا نحكي عن التغذية قديه بتساهم يمكن بإحياء الخلايا السرطانية بالجسم، وفي حال كانت فعلا موجودة بتساهم بانتشارها؟ أكيد كتير مهم، يعني نحن حكينا بالبداية كل هاي المواد الجديدة، نحن هذا المرض ما كنا نسمع فيه إلا نادراً. تماماً. مع تطور الحياة بقى والإشعاعات اللي عم بتصير والأكل الجاهز، الميكروويف، زيوت المهدرجة سيئة جداً، يعني خلينا نرجع شوي هيك للطبيعة، وقت أطبخ مثلاً بزيت زيتون، أو أطبخ ب يعني سمن يكون حيواني، ماله نباتي، ماله مكرر، حاول قد ما فيني اتجنب المقالي. مع الفكرة انه السمن النباتي هو افضل. لا. هي الفكرة يمكن البعض يلي الفكرة التجارية. تماما. التجارية اللي هي من الافكار الغلط يلي نحن كمان لازم نضوي عليها، انه هي يمكن اقل نسبة دهون، او هي افضل انه نطبخ فيها، فهون كمان في غلط بهذا الموضوع مثل ما كتير اغلاط ممكن نحن نجهلها. هلا انا جسمي اصلا بحاجة دهون. تمام. بس هاي الدهون بدها تكون صحية، غير مهدرجة لحتى أنا أخذها. في فيتامينات هي ما بتلتصق وبتتفاعل بالجسم إلا بكمية دهون، فأنا ما فيني أمنع الدهون بشكل عام من جسمي،
بس وقت انا باخذها بشكل مهدرج فهي ما بتتصرف بالجسم بطريقه صحيحه، يعني ممكن تكون باي مكان بالشرايين بالقلب بالدم، فهي هي حتنزلي المناعه حتى، فاضرار كثير كثير كبيره. نرجع شوي لاجدادنا كيف كانوا يتعاملوا مع الاكل، كيف كانوا يطبخوا، حنرجع نتدارك هاي المواضيع كلها. أكيد. وهون رغدة بدي أسألك كمان من الشغلات الشائعة اللي بنسمع عنها، ومن فترة تقريبا فينا نقول 10-15 سنة ظهر شيء جديد بطريقة خليني أقول عالم الرجيم أو الدايت، اللي هو نصائح اشربوا مي فاترة أو مي سخنة الصبح، مي مع خل، مي مع ليمون. في ناس قدرت فعلا تستفيد منه وفي ناس لا، قالوا المي السخنة الصبح ممكن أنه هي تسبب سرطانات، وسمعنا كتير إشاعات عن هذا الموضوع. شو برأيك الصح بين كل هاي النصائح اللي بنقراها دائما؟ هلأ دائما المي مو سخنة، هي حتكون من الحنفية، يعني نحن الحمد لله من تحت الحنفية نشرب. لا، في ناس كانوا ينزلوا كاسة مي سخنة الصبح أنه هي بتذوب الدهون وبتساعد على تصريف الأمور. مبزن كان ضل سمنة، لو هذا الحكي دقيق ما كان ضل سمنة بعنا، فلهيك نحن ناخذ لحتى نغسل جسمنا ونغسل الكليه وهي الامور كلها تكون صح بجسمي، انا حاشرب مي فاتره ما لها من البراد، حراره الغرفه او من الحنفيه انا عم بشربها، وما اشرب المي والليمون او المي والخل على الريق، لانه هي ممكن تعمل لي تخريش بالمري بالامعاء. عم ياخذوا المي والخل، فكره انه كمان عم ياخذوا الخل مثل ما هو بدون تمديد وعلى امل النحافة بشكل كتير سريع. هلأ هي ممكن نحنا هاي نعملها، لا كمان مع تمديد بس بعد وجبة الغداء. دائما بيحطوها مع السلطة يمكن بيكون تمام. أفضل. هلأ الخل هو شوي. كتير جيد، كتير يعني جيد لقلوية الجسم حتى للمعدة والأمعاء لرفع المناعة، بس أنا ما باخده بشكل مباشر، أنا حيساوي لي تقرحات أو مع المي لي. لا مع المي ممكن بس مو على الريق حتى كمان مو على الريق، لانه لسه يعني كل شيء يعني العصارات الهاضمه لسه ما اخذت حيز ما اشتغلت، فحيجي فورا على المري وعلى المعده. بجوز انا اول مره واسبوع واسبوعين ما يصير لي شيء، ممكن بعد شهر انا بلش باعراض التهاب المري او التقرحات بالمعده. رغدة من خلال تجربتك خلينا نعرف يمكن اخطر طرق الرجيمات المتبعة اليوم يلي عندهم يمكن إيمان إنه هي بتجيب نتيجة بشكل كتير سريع، شو هي أخطر هي الرجيمات يلي بتأهب لحصول السرطان بالجسم؟ هلأ نوع الغذاء، يعني أنا وقت مثلاً بعتمد على شيء معين وبترك الباقي فأنا حيتنقص فيتاميناتي ومعادني، فحتلاقي بلشت المناعة تنقص وحيبلش إني أنا أصلاً حامل الخلايا ممكن تنتشر بشكل أسرع، فدائماً التوازن يعني. توازن يعني أنا بدي أخذ الهرم الغذائي كامل. صحيح. في فكرة كمان ما حكيناها إنه نحن مريض السرطان نبعد عن المنتجات البقرية من ألبان وأجبان والحليب، المنتجات البقرية كمان الكازيين اللي فيها ممكن إنه هو يعمل لي مشاكل، كمان الجلوتين بالقمح لانه هو كله معدل وراثيا، عندك القمح والذره والصويا كله هلا صار معدل وراثيا مشان سرعه الانتاج. فهي المعدل وراثيا هو يعني بيكون كثير سيء للجسم. كمان بما انه مريض السرطان هو كثير حساس بهذا الموضوع، انا بدي اوقف له منتجات القمح، اوقف له منتجات الالبان والاجبان من مصدر بقري، ممكن ماعز، ممكن جمل، هو صعب عنا جمل، ممكن ماعز خلينا نقول موجود، او ممكن انا بدي اشرب حليب اخده حليب اللوز، حليب جوز الهند، ممكن نصنعه على ايدنا، مو شرط انا اذا سعره غالي انا اجيبه، ممكن نصنعه على ايدي. وقفنا السكريات، فهيك نحن حاولنا قد ما فينا نحافظ على ما تبقى من الخلايا ونحاول الافوجي خلينا نقول الاكلات يعني اللي تاكل الخلايا اللي ما لها مضبوطه بجسمي، فانا وقت برفع مناعتي وباخذ كل هاي الامور حتى يعني
ان شاء الله يعني شهر ورا شهر حتلاقي انه الخلايا بلشت تنزل، بلش المريض يستجيب للعلاج. من هذا الشيء نكون كمان نحن اليوم حاولنا هيك من خلال المعلومات اللي قدمتي لنا اياها انه نكون قدمنا الفائده لكل اللي عم تابعنا. شكرا كثير لوجودك معنا. ان شاء الله نحن بدنا يعني نوعي حتى نستبق الامور ما أكيد. نوصل لهي اكيد نتمنى كمان يجي يوم مثل ما بنقول سلمى يصير مرض السرطان مثله مثل الرشح مثله مثل اي مرض بسيط قادرين على علاجه، لانه للاسف كان خسرنا كثير اشخاص منهم بنعرفهم وغاليين ومنهم يمكن بنسمع عنهم، فاكيد بنتمنى الصحه والسلامه للجميع. شكرا لك. يا اهلا وسهلا. شكرا لك.